خمسة سعيد يا حكومة يا تونس يا مواطنين بجاه ربي رانا حارقين من تونس دافعين فلوسنا وربي يعلم بحوالنا كيفاش وصلنا لهنا راهو اللي طاح توا تكسر من يديه وساقيه واللي مات في تشانتر دي كوليانسا واللي غرق واللي ربي يعلم بحواله كيفاش رانا مش جينا لهنا باش تروحوا بينا انتوما في البلاد راهي عيشتنا غادي معدومة ما فهمناش راه فما اللي مخلي صغار وفما اللي مخلي افاريات وفما علاش تقبلوا فيهم علاش تقبلوا في العباد غادي هاربين منكم ترجعوا فينا لواش يا اخي انتم شنو بالضبط تشوفوا في رواحكم يا حكومة تونس يا اخي انتم عباد ولا مجرد كلاب متاع عصت عند الاتحاد الاوروبي تعسوا لهم على حدودهم وترجعوا فينا من تونس ولا من ايطاليا ولا من اللي هو سايبونا خلنا نصرحوا رانا فدينا منكم يرحم والديكم ما ترجعوناش غادي راكم باش ترجعونا باش تتسبوا في كوارث لينا نحن ولرواحكم بجاه ربي راه ما عندكم حتى ربع مذره كي باش تطفوا علينا الضوء سايبونا لهنا تيجينا هاربين منكم بلاد شر راهي سوريا وليبيا والعراق والبلايص الداخله بعضها كل خير من تونس رانا لا نجموا ناكلوا لا نشربوا لا نجموا نعملوا شيء فر شباب صغير اللهم صل على سيدنا محمد واللي كان لهنا واللي عنده صغار ولهنا والدنيا كل قاعدين معناها تقبلوا فيهم غاديك راهو عيب عليكم يا خويا ما عادش تقبلوا حتى تونسي بجاه ربي سكر الحدود مش سكر في الجوامع وتسكر في الدنيا كل سكر الحدود ما تسيبوا ما ترجعوناش لتونس سايبونا يا خويا ارحم والديكم ارجع منا خلي نتكلم يا سي قيس سعيد احنا الشباب انتخبناك يا خويا رانا ما عادش عاد نقدر يا هما الصوماليين يا هما بنغلاديش يا هما الزيريه مريركا بقدرهم او يتمنوا على تونس احنا رانا ما عادناش قدر ما ولينا ما عادش عايشين معاكم انا عندي 9 سنين غربه روح كبير صيغي البيشي الله لا يرحمه كان بابا بن علي مدللني بابا بن علي كان مدللنا كنا نحرقوا من ليبيا كان عندنا قدر كان بن علي سايب فينا جيتوا وانتم توا راكم حطمتونا انا عندي 9 سنين روحت بيا لا نجم من رزق ما نحبش الرزق في بلادي ما نحب نعمل حد شيء انت توك مش راح بيا عندي امي ذريره من عينيها عندي كل شيء ايش مش نعمل انا البلع طول بركاز واحد قتل واحد احنا رانا مش نروح رانا موتنا لهنا اصحابنا طيش ترويح موتها مش خاب من البابور التكسر واللي مات اخويا يرحم والديك ما قدرونا شويه رانا يعلم بينا يا ربي انا واحد من الناس راجع بعد دمشي مش رجعت حرقت مش رجعني غاديك اش مش نعمل بالله يقول اش مش نعمل رانا تحطمنا شوف قداش من واحد اللي باي توفى اللي يمو توفيت لهنا يا اخويا شوفوا معنا حل مش رجعونا غاديك يا سي قيس سعيد يرحم والديك اتكلم يا اخي حاطينك تسويله في كواترو اتكلم اخويا علينا ها هما الصوماليين ها هما الافريكان يشونا غاديك موتها بالشر احنا رانا موتها بالشر احنا رانا تعرينا سايبونا يرحم والديكم كي مش روح بيش عادي مش تعمل يرحم والديك احنا اللي ناخذ مش روح بينا احنا اللي عاملين لك صوتنا اخويا انا واحد من الناس يعلم بي يا ربي انا 8 سنين خدمت باش لميت 6 ملايين ستة ملايين انا حرقت بيهم وصلت لهنيا بعد نسمع بروحي باش نروح علاش ايه انا كي باش نروح غادي باش نعمل انا بتاع حبس انا باش نجم نخدم الرزق انا يصوتوا فيا غادي ويضربوا فيا وعاملين فيا هرب لايطاليا انا هرب من الشر ومن التمانيك نتاعك حاكم نتاعك يا خويا حتى اقسم بالله انا قبل ما نجي لهنا مشارشي انا مع الحكايه ما عملتيش تبلى علي عندي حانوت انا في محطه الكار تبلى علي عاون يحب ياخذ من عندي بسيف كلمته قلت له ما نعطيكش شكاية بيا اش نعمل انا هارب منكم اخويا هذه كلها